ومتابعين حلقتنا ولكل محبي فن الرقص وخصوصا التانجو، رح نكون اليوم مع مهرجان بيروت العالمي لرقص التانجو. هالمهرجان العالمي اللي يقام للمرة الأولى ببيروت شكل فرصة لكل محبي التانجو انه يتابعوا هالفن الراقي والمحترف يلي نقلون من خلال الموسيقى للأرجنتين. تفاصيل أكثر عن هالمهرجان نتبع سوا بهالمشاهد. التانجو بلاد الأرجنتين، رقصة الشغف والإثارة، بلاد الرقص والمشاعر المتأججة. انتقلوا إلى لبنان لكل محبي رقص التانجو ليحيوا ليالي أرجنتينية وسط الليالي البيروتية. مبسوطين أنه عم نعمل هيك شيء لأول مرة بلبنان، هذا شرف لإلنا. في كتير أجانب جايين من برا من كتير جنسيات، يعني في تقريبا 15 جنسية مشاركين. حلو لأنه بصير في تبادل شو بيقولوا تيتشينجز، التعليم. ونحن عم نجرب مع بقيه المدارس ناسس تانجو ارجنتين بلبنان بالتكنيك الحديثه، وصحيح ما انه كثير الكوميونتي بعدها صغيره، هلا كل مدرسه عندها سهرتها. نعمل سهرات، في شيء على مدار الجمعه في 5-6 سهرات بتصير، كل مدرسه عندها سهره معينه بتعملها، ونحن منشجع هذا النوع الرقص كثير لانه كثير عم بيحبوه العالم، الميوزيك كثير حلوه. لاول مره بلبنان وبالشرق الاوسط، لانه محبي ومؤيدي رقص التانجو الارجنتيني كتار بلبنان، افتتح اول مهرجان عالمي لرقص التانجو. هالمهرجان العريق ذات المستوى العالمي المحترف اللي عم بيجول بكافه العواصم العالميه. بيروت انترناشونال تانجو فيستيفال 2009، مهرجان بيروت الدولي 2009 ببيروت، عم بيكون اول مره بمنطقتنا بلبنان وبالمنطقه حوالينا. رح جاي اربعه كابلز من برا معروفين على الفن العالميه تبع التانجو ارجنتين. رح يكون في تبادل بين الرقصين واللي عم يتعلموا والمحترفين الرقصين كانوا ولا موسيقية سوا. في كتير دانسرز، في كتير أساتذة، بس هيدا المهرجان بيصير وين ما كان بالعالم، يعني هي أول مرة بيصير بلبنان، بس هو موجود، نحن ما اخترعنا شيء، نحن بس جبناه على لبنان. صرنا 3 سنين مازن بده يعمل هيدي الفكرة، بس الأوضاع ما كتير سمحت بلبنان، سو السنة قررنا أنه لو شو ما صار رح نعمله. المهرجان اللي افتتح بسهرة رائصة بالجامعة الأمريكية ببيروت بحضور عدد من الشباب والصبايا المحترفين الأجانب، رقصوا أمام الحضور اللي توافد لمشاركتهم شغف برقصة التانجو. Donc il s'agit du tango argentin, c'est une musique traditionnelle populaire de l'Argentine. C'est une musique qui se joue actuellement mais qui s'est jouée surtout dans les années 40-50 à Buenos Aires. C'est là où le tango était vraiment populaire. Et là, on fait un petit revival de ce que c'était et on montre un peu ce qui se passe dans le monde avec la danse et la musique du tango. It's great that Argentine tango finally is here. It's something that exists all over the world and it's a great dance, it's a great music, and people who are in this dance, they really love it and they really become very, very excited. So it's a great opportunity for Lebanon to see what is all about this Argentine tango dance. مهرجان بيروت العالمي لرقص التانجو ضم سهرات رائصة، ورشات عمل، حفلات موسيقية لكل شخص أحب يتعلم ويمارس هالنوع من الرقص اللي بشكل متنفس من الهموم اليومية لينقلنا لعالم من الولع، الإثارة والفن.